بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة دي ان اي، اهلا وسهلا بكم في تمرين جديد لطلبة السنة الرابعة متوسط. ادعوكم في البداية الى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اذا التمرين هو كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة دي ان اي، اهلا وسهلا بكم من جديد. قبل أن نبدأ في هذا التمرين، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا التمرين هو كالتالي: لدينا في المخبر ثلاث ضفادع ألف باء وجيم، حيث ألف ضفدعة طبيعية وباء ضفدعة مخربة الدماغ منذ 30 دقيقة، جيم ضفدعة مخربة الدماغ والنخاع الشوكي منذ 30 دقيقة كذلك. السؤال الأول: هل يمكنك التعرف على هذه الضفادع الثلاث دون اللجوء إلى تشريحها؟ إن كانت الإجابة بنعم، اشرح الطريقة التي تمكنك من ذلك. السؤال الثاني: نقوم بتنبيه أطراف هذه الضفادع تنبيهات متزايدة الشدة بواسطة حمض مثلا، إلى غاية ملاحظة حدوث استجابة عند بعضها بسحب الطرف. ماذا تسمى درجة التنبيه التي ينتج عنها استجابة؟ إذا كان هذا التمرين المقترح، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.